بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الأعزاء، يندفع الشوط الرابع، هذا الشوط خاص بالجعدان. نسير مع البداية ونسير مع مدهش إبراهيم بن سعيد بن سالم الحجري، من يستفتح الإذاعة على البداية والمقدمة، بينما شاهين في ثاني المراكز منصور بن سالم الوهيبي ينتقل إلى المركز الثالث، أجد هملول محمد بن حمد الهاشمي على المركز الثالث، رابع المراكز مصيحان هيثم بن صالح المغيمي على المركز الرابع، هنا أيضا وصل وداع ناصر بن محمد الهاشمي في خامس المراكز. ناخذ الأسماء، ناخذ الشعارات ونعود مع البداية، نعود مع المقدمة والصدارة الأولى على البداية. هنا على المركز الأول من غير واستلم زمام هذا الشوط، الله شاهين منصور بن سالم الوهيبي، ما شاء الله ما شاء الله على هذا الأداء، ما شاء الله على هذا الإبداع، بينما الغدوم اللي واصل وصل ريسنج سعيد بن سالم بن محمد العويسي غادم مع ريسنج، ولكن شاهين على البداية. باي باي الناموس مع شاهين، الشوط مع الوهيبي، تهانينا منصور بن سالم الوهيبي على فوز شاهين بالمركز الأول. المركز الثاني ريسنج سعيد بن سالم بن محمد العويسي، والمركز الثالث هنا مدهش إبراهيم بن سعيد بن سالم الحيري، تهانينا والناموس منصور بن سالم الوهيبي على فوز شاهين. سجل دقيقتين وسبع ثواني، أيضا يتحطم التوقيت تحت أقدام شاهين المنصور بن سالم الوهيبي، تهانينا والناموس.